يواصل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة جهودا كبيرة للتخفيف من معاناة أبناء مديرية عرماة وتقديم أبسط الخدمات ومقومات الحياة بالمديرية بالتعاون مع رجال الخير وأبناء المديرية. المزيد من التفاصيل مع تقرير الزميل حسن النجدي. في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة شبوة ممثلة بالأستاذ علي عمير وزيارته الميدانية التي قام بها صباح اليوم إلى مديرية عرمة بمحافظة شبوة والتي جاءت تلبية لمطالب ونداءات أبناء المديرية نظرا لافتقار المديرية لأبسط مقومات الحياة أبرزها الضعف الكبير في مجال الخدمات الطبية والصحية التي يعاني منها أبناء المديرية وما جاورها من مناطق. في هذه الليلة زرنا منطقة عرمة مفرق العغلة وطبعا بتنسيق مسبق مع الشيخ ربيش لأجل وضع يعني مكان أرضية حتى تكون مستشفى أو مستوصف أو وحدة صحية لأبناء مديرية عرمة بشكل عام وأيضا غريبة من الخط الدولي هذا. الشيخ ربيش جزاه الله ألف خير تبرع بأرضية في هذا المكان الاستراتيجي، المكان الطيب، المكان الوسط بين أبناء منطقة عرمة بشكل عام والغريب من الشركات النفطية. مساحة الأرضية التي تبرع بها الشيخ 80 × 80 متر مربع. من هذا المكان ومع وجود هؤلاء المشايخ والأعيان وأبناء مديرية عرمة نحن اليوم وضعنا حجر، ليست حجر إساس وإنما حجر الأرضية موجودة. الشيخ فاعل الخير والشيخ ربيش أبدأ استعداده وطرحت الأرضية هذه والتنازل سيكون من قبل المحكمة مختم من قبل المحكمة. وبعد تنسيق مسبق تم التواصل مع الكثير من المشايخ ورجال الخير والإحسان في المديرية الذين استجابوا لمثل هكذا أعمال خيرية تخدم جميع أبناء المديرية، إذ بادر الشيخ ربيش صبران البريكي بالتبرع والتنازل بأرضيته الخاصة كوقف لله تعالى لبناء مستشفى خيري متكامل في مفرق العقلة بمديرية عرمة وبمساحة تقدر 80 متراً × 80 متراً. احنا نتكلمون امشان مقعدة انا استعد بوجه الله موقف لله ومستشفى يخدم المديريات ويخدم الخط العام هذا خط عام خط دولي هذا خط دولي يعني يستحق ان يخدمه كبيرة وما يبغى عيادة ولا بالصدر يبغى مستشفى مش كامل بيخدم حتى 3 شبوة. هذه البادرة الإنسانية والخيرية ليست بغريبة لرجال الخير ومشائخ مديرية عرمة الذين دائما ما يتسابقون إلى تقديم يد العون والمساعدة لمن هم أهل لها. لقناة عدن الفضائية حسني محمد النجدي مديرية عرمة محافظة شبوة.